بصوا يا جماعه، انا برضو اللوجو بصراحه عجيب قوي. اللوجو عباره عن اسد وتحتيه سيفين. هو موضوع السيفين ده محيرني شويه في جمهوريه مصر العربيه. يعني الجيش عامل سيفين، والاخوان المسلمين عاملين سيفين، والعرجاني عامل سيفين. خير يا جماعه؟ كف الله الشر. مش دي رمضانيه برضو ولا ايه؟ سيوف كتير قوي، ايه الحديد ده كله؟ ما شاء الله. وبعدين هو للامانه، يعني للامانه للامانه، هو المؤتمر ده ما فيهوش الاف ولا حاجه، يعني بالصوره بالكراسي قبل ما تتحط، لو قلت لك 1500 2000 كرسي ابقى ببالغ، ابقى ببالغ. لكن انا اعلم وانت تعلم والباشا الظابط اللي بيتفرج عليها دلوقتي يعلم، انه هذا شكل جديد من اشكال ادارات الاجهزه لبعض مظاهر الحياه في مصر. على فكره ممكن يبقى في اجهزه مش عاجبها الكلام ده، لا مش ممكن، ده اكيد في اجهزه مش عاجبها الكلام ده. ليه 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 بقول هذا الكلام؟ لانه بالصلاه على النبي، طبعا انت ممكن اعدهم لك، يعني انت لو بصيت على الكراسي هتلاقيها في 100 كرسي، في الصفوف تطلع لك 2000 2500 واحد. ماشي يا سيدي، 10,000 واحد، دي ما دي مصر 110 مليون. ماشي، لكن السؤال المهم اللي احنا لازم نساله لنفسنا، اذا كان عبد الفتاح السيسي بذات نفسيته الدكتاتور العسكري الذي يحكم مصر بالحديد والنار، لما نزل الانتخابات السنه دي ما عملش مؤتمر واحد يوحد ربنا في 300 نفر على بعض قاعدين جماهير؟ يعني طبعا هو بيعمل مؤتمرات فيها بتاع 600 نفر كلهم معروفين، لكن مؤتمر جماهيري زي ده لم يفعلها السيسي ذات نفسه، بل لم يفعلها اي، لم يسمح، مش لم يفعل، لم يسمح لاي مرشح من المرشحين اللي نازلين ينافسوه وهم عارفين ان هم هيخسروا، والدوله عارفه ان هم هيخسروا، والاطفال في بطون امهاتهم عارفين ان هم هيخسروا، والطيور الجارحه في الجبال عارفه ان هم هيخسروا. ها، كل الناس دي، كل الناس دي باستثناء طبعا، باستثناء استاذ رئيس حزب الوفد اللي هو عمل مؤتمر فيه بتاع 300 واحد، عشان برضو اديله الكريدت، 350 ماشي، 400 حاضر. غير كده لم ترى الحياه السياسيه المصريه ولا الحياه العامه المصريه في دوله القطه فيها بتستاذن قبل ما تتكلم هذا المشهد. هذا المشهد مدعوم امنيا من جهاز ما في هذه الدولة، ويريد أن يقول لأجهزة أخرى في هذه الدولة وللمواطنين وللعاملين وللقوات المسلحة وللشرطة ورجالها وحتى يعني هيئة الصرف الصحي، عايز أقول لهم أنا هنا موجود، سلام عليكم انا موجود. والادهى، شوف بقى الاجمل، ينافس الشيخ ابراهيم العرجاني المغني الشعبي مجدي شطه، الاثنين ما بيروحوش. لا مجدي شطه راح الحفله بتاعته، ولا العرجاني راح المؤتمر بتاعه. وهنا بقى الجهاز بيتجلى في إدراك اللحظة الفارقة وإرسال الرسالة بدون ما يزعل حد. شوف اللعب، شوف اللعب لما بقى فيه مئات الصحفيين والمصورين والسياسيين والشخصيات العامة وكبار رجال القبائل والعائلات ملمومين وخابطين مشاوير بمئات الكيلومترات وقاعدين في أسوان، مجدي شطة ما يحضروش وإبراهيم العرجاني ما يحضروش. والفرق ما بين شطة والعرجاني انه الاثنين سبايسي شوية. انت الجعفري، والجعفري هذا معروف من وساسة ومن وراثة،
دينا من الشرقية، أنا المهندس حميد بقيت عيادة بمثل عقبال الشرقية، وإن شاء الله إن شاء الله العرجان هذا يعرج بين للسماء. إحنا كنا وين وبقينا وين؟ والله 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 كلمة هذه ما فيها نفاق ولا رياء، كان حلما في خاطره في احتماله ثم أصبح حقيقة لا خياله. التجمع هذا كله إحنا كنا صدق موجود، التجمع هذا كله إحنا نحلم فيه والله والله بحق محلنا، إن العرجان هذا هدية ومعطية من الله سبحانه وتعالى بيد السيسي، إن ربنا جمعهم مع بعضهم عشان يقودونا الصح يا كمال هذا علم، هذا علم ضعيف، هذا علم جعافر والله. الله حيب الله حيب الله حق كمال، الله حيب بيضا وجه يا حق كمال. الشيخ القبيلة اللي جاي من الشرقية من كتر القهر وانعدام الفرص لنفسه ولأبناء قبيلته، لأنه دي دولة قايمة على سيطرة القوات المسلحة على كل شيء، فتتعامل مع البدو على أنهم مش مواطنين، يعني من النوع الأولاني اللي هيروح فيهم واحد القاهرة يتكلم في تلفزيون ولا يقول في إذاعة، وبالتالي مش واجعين دماغ الحكومة قوي، فبتعامل معهم على اعتبار أنهم مواطنين درجة دانية أو درجة ثالثة. فيتجسد هذا الإحساس القادم من الأعماق بالعوز والفقر والمرض والجهل وانعدام الفرص على لسان هذا الرجل. فيجي له واحد شيخ عنده علاقة مع 3-4 بشوات لواءات جهازات حركات ومعاه قرشين يدعمه ويخلي مثلا يعني يعوج الميلة، يعني هي موجودة بس ميلة، فيجي العرجان يقوم ايه عوجها كده فتبقى مظبوطة. فيضطر هذا الشيخ، وانا اعتقد انه صادق والله والله انا فعلا مصدقه وهو بيقول انا مش بنافقه، سيعرج بنا الى السماء، مش زي ما الاستاذ احمد بيقول ان هو نبي وبتاع، لا هيغير له حياته. والنموذج اللي احنا شايفينه يا جماعه مجموعات مواطنين مهمشين بكل ما تعنيه كلمه التهميش من معنى. اكلمك عن التهميش، كلمني عن كم مدرسه موجودة في العريش، وكم مدرسة موجودة في سيناء، وكم جامعة، وكم معهد، وكم طالب، وكم موظف حكومة، ومستويات الدخل ايه، وفرص العمل ايه، والبطالة شكلها عامل ازاي. فعبد الفتاح السيسي يسيب هذا الرجل، يسيب هذا الرجل ويسيب البدو في سيناء وروح يزرع فين؟ في الضبع، ويعمل مشروعه فين؟ في الضبع، ويصرف 190 مليون جنيه على مشروعات الري بعد ما يمضي الاتفاقية مليار. 190 مليار جنيه على مشروعات الري بعد ما يمضي الاتفاقية اللي المصدر المية نفسه هيقف. فالراجل المواطن الغلبان شيخ القبيلة العربي ده العجال بتاعه له تمن وله معنى في بلده ووسط ناسه وأهله، العجال ده له قيمة سياسية مالية اقتصادية واجتماعية. فلما يحرم من كل شيء ثم فجأة نصحى من النوم نلاقي في واحد اسمه العرجاني عنده اتصال بالدولة، والدولة بتقول ده من البدو وهنعمله وهنوديله وهندعمه، ويطلع مصطفى بكر في التلفزيونات يقول ده داخل شراكة مع القوات المسلحة ب 450 مليار جنيه. الراجل ده لازم يا جماعة يقول سيعرج بنا إلى السماء. ما العوز وحش، الفقر وحش، الاحتياج مهين، الجوع يخليك تبص في الأرض، قلة الفرص رغم وجود القدرة يخليك تبقى عايز تشق السماء وانت متعرفش تشق حاجة. الحقيقة ايه؟ انه البدو في مصر واهالينا على الحدود في مصر والصعايدة في مصر والنوبيين في مصر محتاجين مهمشين، لانه عبد الناصر رتب جمهورية مصر العربية انها تبقى دولة مركزية، كل شيء يحصل في القاهرة واسكندرية والباقي على الله، واحنا قبلنا وسكتنا
ولما الناس جت اتكلمت في لا مركزيه وكل واحد يشوف نفسه ويظبط اموره اتقال على المصريين اللي بيتكلموا في الموضوع ده عايزين يدمروا مصر. هذا الرجل بيحمل وجع، والله اسمعوه تاني، والله اسمعوه تاني، هذا الرجل يحمل وجع ينقل وجعه. الرجل ده ما شافش صحفيين يا جماعه قبل كده، ما تصلوا على النبي. هل شفتوه الحج ده شفتوه قبل كده في الصحافه؟ مش ده شيخ قبيله؟ مش ده بيعبر عن 10,000 بني ادم؟ شفته في مجلس شعب؟ شفته طلع في برنامج تلفزيوني؟ لكن تشوف مين؟ الرقاصين، المعرضين، اللي مستعدين كده اهو او كده اهو او كده اهو، يحبوهم قوي، يقربوهم جدا، يدوهم مليارات. لكن الراجل الغلبان ده اللي ورا راسه قبائل وعائلات لازم ياكل ويشرب ويعالج ويداوي ويخرج من حبس ويزعل ويحاكم ويعمل، مسؤول احساسه بالذات حتى من المسؤوليه تجاه الاخرين. لما باب العرجان اتفتح، باب العرجاني ده بقى في 1000 شطان تحتيه، يعني انت ممكن تشيل العرجاني تحط مثلا المرساني، تشيل المرساني تحط التعباني، حط بقى زي ما انت عايز. اي باب سيفتح يجيب للناس اللي ورا الراجل ده خير، الراجل ده هيقول له معاك يا باشا. ممكن بقى يقول لك اعرج بيك للسماء، يعرج بيك ان احفر بيك الارض، مش مهم بقى احنا اتجاهنا ايه، المهم انه البشر اللي وراه اللي مخلينه حاطط العجال وشيخ جبيلة وحاطط القلم هنا زي كل الصعايده والبدو المحترمين بيحب يحطوا القلم هنا كده، هو ما بيعرفش يقرا ويكتب بس لازم يبقى القلم موجود. ثقافه، شكل اجتماعي، عايز حد ينقذه. فجاء العرجاني مع مصطفى بكري قال لك انا معايا مليارات وبشتغل وبخلص الدنيا وزي الفل، يقول له لا. انا لو قلت عليه قول له لا ابقى غلطان بصراحه، ما يبقاش عندي حق، ما بقاش شايف الصوره بشكل منطقي. دوله قامت على فكره استعباد البشر لبعضها واستعباد المؤسسات للبشر، بس اول ما هتفكك هذا الاستعباد تبقى دولة طبيعية واقتصاد طبيعي ومواطنين طبيعيين، ويبقى البدوي حاسس زيه زي اللي قاعد في التجمع الخامس ولا في هاسيندا. واحد، على اختلاف ثقافتنا ورؤانا وألواننا وأدياننا ونوعنا الاجتماعي. لكن لا مؤاخذة بقى، انت ما بتدروش حاجة، والعرجاني جه قال له هديك ربع حاجة، متوقع الحياة تبقى عاملة ازاي؟